سيدة موعدين قالت لي مرة وطلع لي، كان طلع عليها ديما هذه واحد مدة واحد العشر سنين ولا شنو، كان طلع عليها ديما، كان طلع عليها مراقبة. دخلت مسكينة مع الستة ناست، ملي فقت أنايا في الصباح طليت تلقى الباب مسدود. عقبت مشيت أنا، خرجت مشيت ورجعت مع الوحدة لقيت باقي الباب مسدود. مشيت بلغت بها عند العون، قلت لي هكاين هكاين، قال لي غادي نشوفو. مشاو غوت واحد توا في الجمعية، توا جا غوت ليه، جا طلعوا شافوني الباب مسدود من بواحد العود مسدود بعود. هي اللي قال صافي، قالوا السيدة باقا ما خارجاش، باقا داخلة. ملي جات السلطة حلوا داك الشيء، لقاوها موفية مسكينة ميتة، وداوها للمستشفى الأموات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.